هي مباشرة أعمال لجنة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم والمخابز من قبل الحرس البلدي تجورة وفرع الأمن المركزي تجورة ومكتب شرق طرابلس للأمن المركزي ولجنة الحصر. طبعا اتنادت جميع الجهات اللي تم ذكرها في السابق بمباشرة أعمال التفتيش على المحال التجارية نظرا لكثرة الشكاوي من المواطنين واللي ترد لمكتب الحرس البلدي تجورة واللي مفادها بوجود بعض المواد اللي صلاحيتها منتهية وبعض العمالة اللي ما تحتويش عليه شهادات صحية اللي ما عندها شهادات صحية وإجراءاتهم غير صحيحة. لهذا تنادت الأجهزة الأمنية بمنطقة ولمباشرة تنظيف منطقة تجورة به من الشوائب والمخالفات اللي موجودة في المحال التجارية وفي المخابز وفي المطاعم أو في الجهات اللي تقوم بتقديم خدمات مباشرة للمواطن واللي قد تؤدي لوجود ضرر للمواطن. أفندي هل بإذن الله حتستمر هذه الحملات يعني على طول العام يعني بإذن الله؟ والله تم وضع خطة أمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية بمنطقة تجورة وطبعا فيه جميع الإمكانيات متاحة ومتوفرة وفيه تنسيق مباشر وإن شاء الله حتستمر وما يعني بدون توقف. يا أفندي المشاكل أو الصعوبات اللي تواجهكم أنتم كأجهزة أمنية يعني؟ حاليا طبعا هي المباشرة اليوم ما نقدروش نقولوا الكلام هذا، لكن الآن أنا نشوف أن المواطن معاش يتحمل الأخطار اللي موجودة سواء كانت بالسلع اللي منتهية أو الأدوية اللي صلاحيتها منتهية، فهمت؟ أو التلوث اللي موجود في المخابز، الكلام هذا كله طبعا المواطن احنا نستمد في دعمنا من المواطن، ولكن جميع الأجهزة الأمنية اللي موجودة في المنطقة طبعا قررت عدم التوقف، فما وإن شاء الله حتكون في إجراءات حازمة لكل من يقف في وجه تنفيذ هالعمل هذا. طبعا بالنسبة لجولات التفتيشية وتكمل الجولات التفتيشية اللي يقوم بها رجال الحرس البلدي بالتعاون مع الجهات الأمنية، طبعا الأمن المركزي اليوم تجورة بإذن الله جولة تفتيشية في منطقة تجورة لمكافحة يعني وضرب بيد من حديد لكل من تسأل له نفسه المساس بأمن المواطن الغذائي، لأنه هو يعتبر من أخطر يعني العمليات ولا الأمور الخطيرة اللي تمر بها المواطن هي أمن الغذائي وأمن الوقاية. اليوم تعاونين بإذن الله وحملة في منطقة تجورة بتعاون زي ما قلت مركز الأمن المركزي طبعا تجورة، الحملة يعني تفتيش على المحلات، المقاهي، المطاعم، المخابز، المحال بصفة عامة، نتعاون مع الجهات الأمنية وإن شاء الله يا رب يعم الأمن والأمان والخير على كل المواطنين الليبيين. والشنطة وين؟ Thank you.
الحملة ومزيد منها بصراحة، لأن الناس بدأت تأكل في القذورات باين عليها من المطاعم والمخابز والحاجات هذه، والله يبكلوا فينا الفلوسخ. فلنبارك هذه ونعيدكم، مبارك الله فيكم ومزيد من العمل الطيب، مزيد من الجهد. هذه بلادنا ولازم نوقفوا لها ولازم ننظفوها ولازم نحو من العقلية الفاسدة. شنو المواطن يستكرزوا فيه ويوكلوا فيه في الوسخ؟ أنت كمواطن تدعم لجنة؟ أنا هذا بكل قوة، بكل قوة، بكل ما نستطيع. أنا رجل متقاعد، لو طلبتوا مني العمل نشارككم نشارككم، ولو نسوق معكم حتى السيارة. تفضل. بارك الله في الجميع إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا اليوم بتاريخ اليوم الموافقة 3/11/2018 طبعا عندنا جولة في منطقة تاجورة هنا، وبالتحديد في المخبز هذا بالتحديد تم ضبط المخبز هذا بتفتيش على الشهادة الصحية. وطبعا زي ما شفنا احنا تو احنا عدم ارتداء الزي، لا شهادة صحية، لا تراخيص، لا نظافة، وتم ضبطه طبعا هذا المخبز ومخالفته بالاشياء هذه تو احنا لقيناها، يعني مثل تو زي ما شفت العجينه الذباب عليها، يعني زي تو زي ما تشوف، وتم ضبطه وخالفته وحجز منها البطاقات الشخصيه نتاعهم. هذه مخالفة المعايير يعني. ايوه عدم ما تتوفرش فيها الشروط الصحيه ابدا هذه. يعني رساله توجهها للمخابز او المقال للامور هذه؟ ولا نتمنى من اصحاب المخابز احنا انهم يهتموا بالعمال يعني باجراءاتهم الصحيه، يعني بالذات يعني الشهاده الصحيه هذه راي مهمه جدا جدا يعني، فهمتني؟ واهتمام بالنظافة وارتداء الزي، وكذلك حتى هو يعني الاهتمام بالمخبز نفسه يعني. وهذا الشيء زي ما نشوفه احنا يعني الشروط الصحية يعني ما تمتلكهاش ابدا هذه. يعني. وطبعا هي الحملة اللي سميتوها يعني من اجلك كمواطن باذن الله حتستمر يعني. مستمرة باذن الله، احنا تو بادينا قداش لينا احنا، والحمد لله اللجنة هذه قاعدة ما زالت مستمرة احنا في منطقة تاجورة وفيما سبق في سوق الجمعة وفي عين زارة، والحمد لله يعني باذن الله. عاد في القلقات رفعهم كلهم. ايش خبزة؟ ايه خبزة. خلي يجيب الجواب. خلاص قول لي يجينا يجينا فاهم. قول لي جزيرة تسمع تدور عليها وتولي أول طريق على اليمين في مقر غادي على اليمين، قول لي يجيبها. شنو هذا يا حارس؟ هذا شنو طبعا من خلال الجولة اللي يقوم بها رجال حرس البلدي، مركز حرس بلدي تاجورة، وحدة الدوريات والتحري بفرع حرس بلدي طرابلس، وأيضا مركز حرس بلدي الأوسط، ورجال طبعا الأمن المركزي، الإدارة العامة الأمن المركزي شرق طرابلس، نوجه لهم تحية. تم التفتيش على هذا المحل، طبعا محل مواد غذائية الكائن بمنطقة تاجورة طريق الفنار. المحل بعد طبعا ما تم التفتيش عليه تم ضبط عنده مواد منتهية الصلاحية، واللي عبارة عن زبدة المارغرين مبسترة هذه طبعا منتهية صلاحيتها في 25/9/2018، وأيضا تم ضبط أكثر من 17 أو 18 علبة هريسة عربية زي ما نقوله منتهية الصلاحية في أغسطس 2018، يعني شهر 8، ومازال العمل جاري، ومازال طبعا العمل في مدينة ومنطقة تاجورة برفقة الأمن المركزي شرق طرابلس، وأيضا المراكز اللي ذكرتهم متابعين جهاز حرس البلدي فرع طرابلس. وأيضا تحية لقناة تناص على متابعتها لهذه الحملة التفتيشية لحماية وأمن المواطن الغذائي الوقائي. شكرا. لا أنا نشجعها هذه، بالعكس أنا نشجعها، ويعني في وقت يمروا يفتشوا المحلات على النظافه وعلى الامور هي، احنا معها الحمله هي ما عندناش اي مشكله، بكلوا مرحبتين بهم في وقت يتفضلوا، قصدي ما فيش مشكله بكل باذن الله. حمله هذه الحمله اسمها من اجلك يا مواطن، الحمله هذه جاءت لدعم جهاز الامن المركزي فرع تاجوره
من قبل الأمن المركزي فرع تجورة ومكتب دوريات الأمنية شرق طرابلس وجهاز المخابرات العامة وتفتيش الصحي. الحملة هذه جاءت نتيجة لعدد من البلاغات والشكاوى التي تأتي من قبل المواطنين إلينا باعتبارنا مش أهل اختصاص، ولكن يشوفوا فينا أكثر ناس موجودين على الطرقات العامة في تقاطعات الطرق والإشارات الضوئية، فيقوموا ببلاغنا على هذه المخالفات الكثيرة. قمنا بالتواصل مع جهاز الحرس بلدي تجورة وعقدنا اجتماع برئاسة السيد رئيس الفرع عبد الحكيم المقدم عبد الحكيم صالح بخصوص هذا الموضوع، وتقرر من خلال هذا الاجتماع دعم جهاز حرس بلدي تجورة بمجموعة من الدوريات وتفعيلها بالصورة الصحيحة واللائقة، بحيث أن يقوم بمهامه ونقوم نحن بدعم ومساندة، حيث أن نخش المقاهي والمخابز واللي يستهدف فيها المواطن أو اللي مستهدفين بها المواطن يوميا من أغذية وأدوية وكل ما يستلزم يوميات المواطن، وين ما يتجه المواطن يوميا احنا معه. بحيث والله تم ضبط العديد من المخالفات، وخاصة والله الواحد ما نبيش يعني نخوف المواطنين من الصيدليات والمختبرات، خاصة المختبرات الطبية هذه، ولكن والله وجدنا فيها شيء يعني يدمي له القلب تدمع له العين والله العظيم. لقينا أدوية. الحملات هذه استمرارية بإذن الله؟ هذه الحملة زي ما قلت لك الاجتماع اللي كان برئاسة السيد المدير عبد الحكيم صالح ما هيش حملة معينة، مثلا نقولوا من تاريخ اليوم 3/11 أو 4/11 بتقعد مثلا نقولوا لي 14/11، لا، الحملة لها بداية وما لهاش نهاية. احنا بدينا متوكلين على الله، تفعيل الحرس البلدي هذا شيء، هذا واجب وطني وشيء ضروري منه. بالنسبة للحملة زي ما قلت لك حنبدو فيها اليوم مستمرين إلى العمل مش حيوقف. حاليا والله شو بنقول لك ما فيش اي اشكاليه، احنا نتمنى من جميع اصحاب المحلات والصيدليات والمختبرات الكل من يزاول النشاط تعاون معنا بصوره اكثر. احنا والله العظيم يعني لما جينا المحلات مش حقدا ولا كرها ولا حقدا ولا شيء خشينا لمواطن باش نسكروا له، بالعكس نخشوا فيه اللي نلقوا فيه اجراءات سليمه، مواد غذائيه مثلا نخشوا نلقوا صلاحيه كويسه، مختبر طبي يخش نلقوا صلاحيه كويسه، لكن لما تخش مثلا لصيدليه او مختبر طبي تلقاها عندها رطوبه، تلقاها ادويه منتهيه الصلاحيه، تلقاها اغذيه فاسده غيرها، فمن الطبيعي انك يعني بتقوم باجراءاتك. احنا ما نخشوش للمحل او احنا ما نشوفوش في الحاجات هذه. الحرس البلدي الاعضاء الحرس البلدي مشكورين، خاصه حتى جو دعم حتى من فرع طرابلس حرس بلدي، فهم اللي يقوموا بالاشياء هذه. احنا ما فيش تداخل اختصاصات، كل حد اختصاصه، احنا دعم ومسانده، واللي رناه اللي قاموا به الحرس البلدي بدعمنا احنا ان تسكر عدد من المحلات والمختبرات والمقاهي. والله نحن موجودين في الخدمه 24 ساعه، نسال الله ان يوفقنا ويوفق الجميع لخدمه هذه البلاد، مشكورين ان شاء الله، بارك الله فيك، شكرا لله. الفكره نبعت من خلال تفاعلنا وتحركنا في العاصمة أثناء الأحداث الأخيرة التي حدثت في العاصمة، الأحداث العسكرية والهجوم على طرابلس وخروج تشريد الليبيين أو النازحين من جميع المناطق في حوالي طرابلس، طوق طرابلس العاصمة. فأردنا أن نقول العاصمة للجميع وبالجميع أولاً، ثانيا نحن الليبيين نتعايش سلميا ونقبل الآخر في المعيشة، لذلك لابد أن نرفع شعار يتمشى مع هذا الشعار، وهو السلام. السلام اسم من أسماء الله العظمى، يعني كلمة الأمن والأمان، ويبدأ من تحية السلام عليكم في الإسلام، السلام عليكم بمعنى السلام عليكم، ألقيت عليك المتلقي، ألقيت عليك سلامي وأماني، فماذا تبادر؟ لذلك حاولنا في هذه العجالة والفترة البسيطة أن نجعل كلمة السلام شعار نبدأ به من العاصمة، عاصمة ليبيا الموحدة وعاصمة ليبيا بمجموعة فروع بلدية 13 فرع بلدي، حاولنا أن نشركهم حتى تكون كذا جميع الشرائح، الأندية، الكشافة، الرياض، محاولة لخلق صورة تعني السلام والوئام. الصعوبات بالدرجة الأولى طبعا اللي هي الاحتكاك الآخرين وتفسير الآخرين، لأن المجتمع الليبي لا زال يحتاج إلى توعية في حب الوطن والربط. عندما أحمل مثلا رسالة نقول السلام، لماذا المتلقي
ما يكون مستوعب هذه الرسالة بعد السلام عليكم ماذا بعد؟ انتظرني حتى أوصل إليك رسالتي بعد السلام عليكم ثم أدخل. هذه نقطة. النقطة الثانية، النقد البناء لا بد أن يكون موجود، قبول الآخر، حرية الرأي والتعبير، هذه أمور لا بد أن تكون موجودة في لوحات تعبيرية كاملة مثل الكرنفالات، المهرجانات، الندوات الحية، حتى تصل الرسالة إلى الشارع وإلى المواطن وإلى الرأي العام، وخاصة الشباب الذين يعتبروا، أراهم أنا في شخصي اليوم معتز بوجود الشباب في هذه الندوة. لماذا؟ لأن أغلبها عناصر شبابية. أنا بهذه السن أريد أن أوصل رسالة، عندما يكون الشاب جانبي وصلت الرسالة للجيل الذي بعدي، وهكذا لابد من هذه نقطة. النقطة الثانية، لما تمشي لمجلس فرع مجلس بلدي ولا فرع بلدي يتصور في الوجه المادي دائما، انت شنت قول ما نبي منك شيء، نبي منك تطلع لي مدرسه او روضه او نادي وباسم فرعك البلدي، يدخل الى يحمل شعله السلام ويدخل الى مدينه الشهداء رافع الشعار رمزيه فقط. فاول تفكير، طبعا هذه تعتبر من صعوبات، أول تفكير أي واحد قبل يقول لك وين المادة، منين ومن الراعي، وكلمة الراعي كلمات جديدة دخلت على المجتمع المدني وحتى على المجتمع الليبي لا يعرف تفسيرها، لأن اللخبطة أو الغوغائية في كل الاتجاهات. أستاذ ماذا بك تحكي لنا أنت ستقام بإذن الله وشن التحضيرات يعني اللي حتقطع؟ أولا الكرنفال ما شاء الله حيكون يوم 10 نوفمبر القادم إن شاء الله، طبعا لحد اللحظة ما لم تجعل طبعا ظروف أخرى. والتحضيرات أحضرنا الفرق المشاركة في جميع الجهات، الرياض، شباب المدارس، شباب الأندية، فرق الكشافة، مجموعات من الهلال الأحمر، مجموعات من الطوارئ، من حماية الدفاع المدني اللي هو المطافي، الإسعاف. هذه اللوحة متكاملة تكون مرافقة لسيارات الكلاسيكية، الدراجات النارية، الدراجات الهوائية، بعض الفروق، فرق الفنون، فرقة المألوف، فرقة فنون شعبية. حتى نحاول أن نعطي فسيفساء تعني نحن هنا ونحن نرفع شعار السلام برموزه، بالحمام الأبيض في المسار الأول، بغصن الزيتون في المسار الثاني، بحمل الورود والأزهار في المسار الثالث، في بحملة الكتاب في المسار الرابع، في حملة الأقلام في المسار الخامس، وهكذا. الأهداف نشر ثقافة حرية التعبير وقبول الآخر، هذا أولا. ثانيا رفع شعار السلام ليكون رمزية للتعايش السلمي في المجتمع الليبي. ثلاثة إخراج المجتمع وخاصة الفئات المتضررة، وعندنا في هذه الأحداث في حسب وجهة نظري التضرر في فئتين، الأطفال والشباب، ليسوا مغيبين أو مهمشين ولكن متضررين بالتداعيات، وهذه مسؤولية المجتمع المدني، المفكرين، الجامعات، الأندية، حتى المجتمع المدني بجميع فصائله، حتى يحاولوا يوصلوا فكرة للأجيال تعني إن ليبيا موحدة، تعني إن ليبيا سلام، تعني إن ليبيا وئام، تعني إن ليبيا وحدة واحد. توحيد الخطاب، كنفي الخطاب الكراهيه اكيد، هذا بعض الشعارات حتطلع مكتوبه في لوحات المهرجان يوم المسارات، يوم التظاهرات نفسها حتكون الكلمات هذه، كل العبارات اللي تتعلق بالسلام والوئام وحريه الراي والتعبير والتعامل والتعايش السلمي وقبول الاخر حتكون بارزة في جميع اللوحات إن شاء الله. والله شكرا، أتمنى
من جميع الشباب الذات الشباب أن يكونوا موجودين في هذا الحدث ولو للمشاهدة إن لم يستطع المشاركة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بلغنا نبأ وفاة أختنا غادة العبيدي وهي أحد مهجرات مدينة بنغازي. لا نقول عانت بل نقول كافحت من المكافحين والذين ما زالوا يكافحون الآن من الذين هجروا ليس إلا ليقولوا كلمة الحق ليس لينصروا الحق فإن ماتوا أو قتلوا ليرزقنا الله رزقا حسنا. نحن نقول بإذن الله تعالى لمن يقتل وهو مهجر أو يموت وهو مهجر بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقه رزقا حسنا. ولكن عباؤنا وعزاؤنا في مدينتنا في طرابلس هنا في الخزي والعار الذي نلتمسه الآن ما هذه الحكومة الفاسدة وماذا تفعلون الآن في هذه الحكومة الفاسدة وما زال يستمرون على الفساد إلى نهار اليوم وما زال يريدون أن يأتوا بالمجرمين من المنطقة الشرقية وما زال يأتون بالبرلمان إلى العاصمة ألم يكفيهم السراج وما فعل وما زال يريدون أن يأتوا بآخر بعقيلة وأية يريد أن يدنسوا العاصمة يريد أن يدمروا العاصمة لا يريد هذه العاصمة أن تكون في أمان. حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. أين سياسيون في الغرب؟ أين رجال الاقتصاد في الغرب؟ أين رجالنا؟ لماذا هذا المهزلة؟ إلى متى؟ إلى متى يا أخواننا؟ فبراير برية منكم ليس لها علاقة بكم. أنتم تحكمون بنظام سابق أتيتم بوزراء من الفاشلين من النظام السابق وأنتم وليتم أمورنا. وانظروا إلى ماذا آلت إليه المواضيع. هذه ليست فبراير هذا ليس من فبراير هذه الوجوه ليست وجوه فبراير والله ليس وجوه فبراير لا هم ولا أعضاء المؤتمر الذين انضموا إلى هذه الحكومة هذا ليس لهم علاقة فبراير فبراير شريفة فبراير نقية من هذه الوجوه فبراير باقية هنا في الميدان لتقول لكم بإذن الله تعالى باقونا وستنهض ليبيا بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى.